المشكلة عندنا اختي كنعانيو من هناك ساكنة في هذا المجمع ديال ديارنا هو هاد الأزبال، هاد الناس اللي كتصلح المحلات ديالها وكترمي بالأزبال ديالها وعندها داكشي عشوائي، ما كاينش عندنا واحد البصيلة مقلنا مثلا اللي كان اللي غي الانسان اللي يصلح شي حاجة غادي يحط فيها هادشي الأشغال ديالو. وبالنسبة للسكان حنا متضررين هنايا، هادشي هذا كيسبب لنا مرض الأطفال ديالنا هنايا اللي كنعانيو بالسيتو بالليل، كتكثر الحشرات شني ولا شنو راه معروفة على الصعيد سيتو في هاد الحال ديال الحال السخون، والريحة والأزبال. دابا الناس كتجيب الأزبال ديالها من عدة مناطق من هاد الناحية هادي، كلشي دابا كيصلح. مشينا عند الناس ديال الجماعة طلبناهم قلنا الله يجازيكم بخير جابوا لنا جوج ديال لابوبيلا هما كتشوفوهم تماك، وخا هما مؤقتين ماشي رسميين، كنطالبوا بالمزيد لان بغينا ننظفوا الحي ديالنا. انت كي كتشوفوا دابا على خفله هنايا حنا تطوعا لنا كساكنه هنايا كننظفوا الحي ديالنا وهذا، وبغينا حتى ديك اصلا هي جرده غابه بغيناها لوليداتنا، بغينا نصلحوا بها شحال من حاجه. وليداتنا ما عندهمش دابا فين كيلعبوا، اماكن الترفيه ما كاينش، المساحه الخضراء هنا ما كاينش، هذه من الاولويات خصها تكون في هذا المجمع السكني. ملي كيشوفوا الناس هاد العمال اللي كيلوحوا هادشي هذا، حتى الناس بلوش كتجي كتلوح نفس الازبال ونفس هادشي ديال هادشي ديال البنايات واش اللي كيريبوا في الاصلاح ديالهم ديال الدار. وكنطلبوا من السكان ياخذوا واحد مبادره من عندهم همايا ويحاولوا ينظفوا هادشي راه كينظفوا راسهم همايا. هادشي مؤذي للاطفال والناس الشيوخ والشباب ولا شيء كيبشر بانه تكون بيئه صالحه للناشئه وللانسان مع هذا الوضع هذا. حنا بغينا نشوفوا شكون هو المسؤول على هذا، فين كان المسؤول؟ اين هو المسؤول؟ المسؤول غير في اللي خايف باش نكون حنا خاصنا نأدي الواجب ديالنا؟ لا، كاين الله خلق الميزان باش نتعاملوا بالميزان بالحق، ماشي كلشي على الضعيف، كلشي هذا الشيء دابا لاش ندري الطفل صغير صابته الحمى من ناس من ميكروب، الحمى ميكروب من يجا من الاوساخ والازبال، والميكروب ما عندوش حدود ولا شي حاجه كتحبسه ولا شي حاجه، يتسرب لك من اي بلاصه. منين هذا الشيء؟ خاصو يكون مداومه ديال التنظيف، ما يبقاش هذا الشيء. دابا ملي تراكم هذا الشيء دابا تولى هذا الشيء بحال هكا هذا الشيء غيضر، هذا الشيء غادي يقول لك غيصبح عندهم العز باش ما يقدروش يخدموا يصوبوا. هذه الظاهره بدات كتبقينا كنفقدوها، ما بقاش كتبان بزاف، هذيك كاينه ولكن حالات يعني ديال الرمي الازبال من النوافذ او انسان يخرج في دي بلاستيكه فيها الازبال يحطها في جنب هكذا قليل الوعي صحاب كاين عند الشعب، لكن المسؤولين بغينا المسؤولين يكونوا يعاونونا. هي انا اش غندير ذاك الزبال نحتفظ بها عندي في بيتي؟ انا خاصني مضطر نحيدها، كيف غنوضعها؟ يلا قول اعطيني شي حل انت. وذاك الصندوق اللي راه هو ديال واخا، هذاك الصندوق اللي راه هو ديال الازبال اللي هو تيقول لك راه حنا حطينا لكم زبون هرستوه، هو خاصو يدوز خاصو يكون خالدين في هذاك الصندوق، خاصو يكون شي 3 شهور 4 شهور ويتكسر وتعاود تتغير. كما انه ولا بدا خاص هادشي ولا بدا، خاص يكون المداومه والاستمرار والمراقبه. حنا مواطنين كسكن اقتصادي كسكن غير اقتصادي، لا فرق بين المواطن ليس بدرجات، مواطن كيستلزم خدمات ايه اينما كان والحمايه. انا ما تقول سكن اقتصادي، شنو هو العيب في سكن اقتصادي؟ لا فرق بين الاقتصاد، واش هو الدم ديالنا اننا حنا خلقنا بحكدانيه اقتصاديين صافي حنا نكونوا مهملين او نكونوا بحال؟ لا خاصنا حنا خاصنا واحد الحومه سيدي، حنا راضيين مادام عجينا هنايا سكننا هنايا ان هذا هو المستوى ديالنا. الحمد لله هما الجيران ديالنا كلهم كتشوفهم كلهم زوينين وزيدين و كتشوف اش كيديروا اش كيديروا، هما كيخدموا كما يخدموا كينظفوا كي داك الشيء بحال هكذا، ضروره كتقتضي الوضع ديالنا. انا غادي تهرس داك الشيء اللي ما عجبكش في دارك وتحيد داك الشيء، ولا بدا ضروري انا ما غاديش تعطي ماشي بحال الخبزه تعطيني نسري ناكلها، لا غادي دوام غادي نعيش فيها ولدي وبنتي، وخاص البلاصه هذه والبلاصه هذه والبلاصه، كل واحد خاصو المقر ديالو، خاصني نستوطن نفسي على هذا الامر. بالنسبه للازبال هنايا الناس اغلبيه الناس هنايا مع كياخذوا الشقق ديالهم وكتكون اصلاحات وكيرموا الازبال في هذيك الحديقه تمايا، كتسبب في جمع الازبال وجمع كلا الضالة بليس الحشرات. والله يدير الناس هادو، والله حتى الجهات المسؤوله تدخل باش تقوم بعده اصلاحات هنايا،
حيت كاين بزاف الاشياء عشوائيه بينهم الازبال من بينهم الحراس العشوائيين اللي كتسلطوا على جميع الاماكن. طبعا خصوصا الدار ديالنا عبر الحشرات وعبر المنظر اللي كتشوفيه امام ديالك حساسية الاطفال وديك الحديقه بغينا نتقاد ان شاء الله تكون مكان لعب اطفال ديال الاقامه جميعا. بطبيعه الحال اللي كيبان لي الزبل تما راه كيمشي يلوح الزبل مباشره في ذاك المكان تمايا، وهادشي اللي كيجعل دائما واخا كيقوموا بتنقيه الازبال الساكنه راه كيرجع نفس ماشي ما عندناش فين نلوحوا الازبال. دابا الناس كيجيبوا بعض العمال اللي كيخدموا لهم كيتسهلوا الامر يعني، وخا تجمع الاموال يعني اقرب بلاصه كيلوح فيها ما عندوش هو ما عندوش هو سوق في هذه الاشياء هذه. بالنسبه لكوبو حنا من الافضل يكونوا عندنا على برا، خاص يتزادوا شي برامج اخرى تزاد تمايا في الخارج باش تسهل الماموريه، كاين نقص في المجال هذا. ايوا الازبال دارت شويه الحاله مع الساكنه، ديك الجرده كي دايره، ديك الغابه كي دايره حالتها، راكم تتشوفوا حالتها كي دايره. وتنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هاد الناس هذا يساعدونا ويحاولوا يفكوا لنا المشكل، الجمعيه اللي تكون مكلفه بهذا الشيء. انتم تشوفوا الا درتوا من مورا الساكنات كاملين غادي تشوفوا الحالات كي دايرين من الازبال واوساخ، وهذوك اللي قال لكم الاخ ديال هادو ديال لي بوبيل، انت يلا كاينين جوج اللي كاينين ديال الساكنه كاملين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.